الزملاء والأصدقاء في المؤتمر العالمي الثالث لتاريخ الأدب العربي تحت قبة هذا الصرح العلمي الكبير جامعة تراس شفشنكو الحكومية في كييف. تحية لكم وتحية لمنظمي المؤتمر في دورته الثالثة. أصحبكم اليوم إلى ضفاف بحث أعددته خصيصا لهذا المؤتمر، لكن يؤسفني ألا أكون بينكم اليوم، وهو بعنوان حديقة الورد لوردة اليازجي بعيون أجاتانجل كريمسكي ومي زيادة. حظيت الشاعرة اللبنانية وردة اليازجي بمزايا لم تحظى بها امرأة أخرى في القرن التاسع عشر. نشأت وردة وترعرعت في بيت علم وأدب، فوالدها الشيخ نصيف اليازجي كان قد نمى مواهبها وعلمها أسس اللغة العربية ونظم الشعر الفصيح ببحوره ومراميه المختلفة، ذلك في حين لم يكن التعلم متاحا للفتيات بل كنا حبيسات المنازل. وعندما فتحت أبواب التعلم لهن لم يكن أمامهن سوى مدارس الإرساليات الأجنبية التي لم تكن لتعنى بالتراث العربي الأدبي وأسسه. يوم نظمت وردة الشعر صدمت أترابها من الرجال، فقد كانت قصائدها شعاع نور وسطى ظلام الجهل المتراكم لعصور. ذلك الشعاع حملته فتاة، وكان يفترض على نطاق واسع آنذاك أن الشعر المنظوم ليس من طبيعة المرأة واهتماماتها. وعند استعادتنا لشعر وردة المنظوم نتحدث عن جذور جذوة النهضة وسبل الحداثة، إذ إن الشعر العربي التقليدي يمثل الموطن الأول للغة نفسها وكنز ثروتها الخلاقة لدى العرب. فأولئك الذين يختزنون الصور الشعرية في صدورهم كان يتحتم عليهم أن يعودوا إلى قواعد اللغة الصارمة لإتقانها والإلمام بالبلاغة بديعا وعروضا قبل بناء الهيكل الرسمي للقصيدة العربية العمودية. وكان ديوان وردة حديقة الورد الذي نشرته في العام 1867 إعادة إحياء العصر الذهبي لجماليات الشعر العربي وتراثه، وقد شكل سمة من سمات عصرها وشرطا من شروط أسس نهضة الشعر العربي الحديث. غير أن تأريخ الآداب العربية الحديثة يركز أكثر على الشعراء الذكور ويهمل وردة اليازجي مع أنها عاصرتهم. ويمكننا أن نتصور لما كان من الصعب على المجتمع البطريركي الذكوري تقبل وردة الشاعرة في ذلك الزمن. ومع ذلك وعلى الرغم من التعتيم يظهر أن شخصين على الأقل من المجايرين لوردة جزئيا قد تحدثا عنها ولم يبخسا حقها. أولهما الأكاديمي الأوكراني أجاتانجل كريمسكي في كتابه التأسيسي تاريخ الأدب العربي الحديث، وثانيهما الكاتبة الكبيرة مي زيادة التي اعتقدت أن راية ريادة الأدب النسائي المعقودة لوردة لم تخترق الحجب الذكورية الكثيفة فحسب، بل دعمت حق المرأة العربية في التحرر من القيود على نطاق واسع. لذلك كانت مي تدرس تراث وردة وأدبها في المجالس النسائية. ويصادف العام الحالي الذكرى 150 على نشر ديوان وردة اليازجي حديقة الورد الذي استمر لعقود في إلهام كثيرات من النساء في المشرق العربي. فهل يمكننا استغلال هذه المناسبة لإعادة تقديم وردة اليازجي اليوم عبر عيون أجاتانجل كريمسكي ومي زيادة؟ وللتعرف على مدى حظوة وردة التي كانت تنظم الشعر وهي في الثالثة عشرة من عمرها في زمن عم فيه الجهل، يمكننا ذلك عبر مقارنتها بأوضاع المرأة في الشرق في فترة طفولتها وصبايا. وأحد أهم الشهود على تلك الحقبة المعلم مدرس البستاني الذي ارتقى منبر الجمعية السورية في 14 كانون الثاني يناير 1849 محاضرا بعنوان خطاب تعليم المرأة. فقد كان المناخ الاجتماعي إبان تلك الفترة من القرن التاسع عشر مناخا ضاغطا جدا على النساء. ويمكن تلخيص واقع المرأة في لبنان وسوريا عبر منطلقات خطاب البستاني بأنها، وأقتبس هنا، في حالة يرثى لها من المهانة ولا تذكر إلا بالتحقير، ولم يكن يسمح لها بأن تظهر أمام الرجال أو في الأماكن العمومية. وكانت المرأة المسيحية تتمتع من الحرية بنصيب أوفر من أختها المسلمة.
إلا أنها كانت أيضاً تخضع لنظام الاحتجاب، وكلتاهما تتساويان بالجهل العام وتعانيان كثيراً من هضم الحقوق. لقد تنبه المعلم البستاني والشيخ اليازجي وأتربهما باكراً إلى مساوئ هذا الواقع، كما وعيا أهمية نصرة المرأة وضرورة رفع الغبن والظلم اللاحقين بها. وأقصر السبل وأيسرها لتحقيق ذلك هو مكافحة الجهل الذي ترسخ فيه وتمكينها من ارتياد المدارس. وقد فتح البستاني عبر خطابه تعليم النساء ذاك باب الحوار حول الموضوع، مشكلا فاتحة عهد جديد من النضال في سبيل تمكين المرأة من نيل أبسط حقوقها. وبالفعل بدر المتنورون من الرجال إلى الحاق بناتهم بأوليات المدارس التي فتحت أبوابها في بيروت، وكانت وردة إحداهن. ولعل سلسلة المقالات بقلم وردة اليازجي نفسها بعد نحو نصف قرن من الزمن تحت عنوان المرأة الشرقية هي خير دليل على الدرس الطيب الذي تركه والدها الشيخ نصيف في جيل متنور من النساء كانت وردة رائدته، حيث كانت إلى جانب دفاعها عن عروبتها ولغتها توجه أنظار نساء الشرق إلى النظر نحو نساء الغرب ليلمسن اهتماماتهن في الأمور الجدية والبراعة في العلوم والفنون وسائر دوائر النشاط الإنساني، وتدعوهن إلى ترك القشور والنظر إلى أن المرأة الغربية على الرغم من تعنقها الدائم تقوم بواجباتها نحو الأسرة والمجتمع واللغة والوطن. بعد تلك الفترة من حياتها والتي شهدت أولى محاولاتها الشعرية، عملت وردة الشابة معلمة في مدارس بيروت، ثم بعد ارتحالها النهائي إلى مصر عملت في العام 1899 كذلك في مدارس الإسكندرية مثل مدرسة رحيل عطا زوجة المعلم مدرس البستاني، ومدرسة عبد الله الوتوات للموحدين الدروز، ومدرسة سعدة كركور الموسوية اليهودية، وقد تعلمت اللغة الفرنسية خلال عملها. وكي نستشف أهمية محور بحثنا وهو تناول كل من أجاتانجل كريمسكي ومي زيادة لحياة وردة وشعرها، يمكننا الإشارة إلى مراجع أخرى تناولت آثار شعرتها. فالأب لويس شيخ اليسوعي الذي ذكرها في كتابه تاريخ الآداب العربية على عادته في ذكر وفيات كل عام من الأدباء والشعراء بدءا من العام 1800 إلى العام 1925 كان نصيبها لديه نبذة مقتضبة عنها، إذ قال: وفي أوائل السنة 1924 حصلت المنون غصنا من الدوحة اليازجية في مصر نريد بها السيدة وردة اليازجي ابنة الشيخ نصيف، درست في بيروت في مدرسة البنات الأمريكية وأخذت الآداب العربية عن والدها فبرعت فيها وصارت تصنف الرسائل والقصائد في زمن لم يعهد ببنات جنسها شيء من ذلك. ومن آثار قلمها في الضياء مقالة في تعريف المرأة الشرقية. وقد ذكر الأب شيخ ثلاثة نماذج من شعرها، وهي 12 بيتا توزعت بين المراسلات والرثاء والوداع. وعلى الرغم من أن هذه المحاور هي في صلب التفاعل الاجتماعي إلا أنه لم يشر إلى ذلك. كذلك من جهة أخرى الأديب اللبناني مارون عبود الذي ذكر وردة اليازجي تحت عنوان الرائدات وردتان، وهي مقالة صغيرة تتحدث عن مريانا المراش ووردة الترك وعائشة تيمور إلى جانب وردة اليازجي. يقول عبود: فلوردة اليازجي ديوان سمته حديقة الورد افتتحته بأبيات وجهتها إلى سميتها وردة نقول الترك، ويذكر بيتين من مطلع القصيدة ويعود إلى علاقتها بعائشة التيمورية فيذكر ثلاثة أبيات من مراسلة لها معها، ثم بيتا في رثائها مارون النقاش وبيتا في رثاء أخيها إبراهيم. حديقة الورد ديوان شعري طبع للمرة الأولى في بيروت سنة 1867 في 58 صفحة من القطع الكبير، ظهرت على غلافه العبارة التالية: نظم السيدة وردة بنت المرحوم الشيخ نصيف اليازجي. وفي تصدير الديوان للناشر نجد التالي: بسم الله الفتاح، الحمد لله الذي تفرد بالعزة والجلال وأفاض مواهبه على النساء كما أفاضها على الرجال، أما بعد
فهذه نبذة مقتطفة من منظومات السيدة وردة بنت المرحوم الشيخ نصيف اليازجي التي هي في هذا الزمان بكر في هذه الصناعة يشار إليها بالبنان، ولذلك رأينا أن ننشر ما وفقنا عليه من أشعارها تنبيها لأمثالها على اقتفاء آثارها، فنقول وبالله التوفيق. ويبدأ الديوان. ومن الجدير بالذكر أن الديوان طبع بهذه الصيغة 3 مرات، حيث لا عناوين للقصائد، إنما تصدير بسطر واحد أو سطرين. وقد اختتمت الطبعة 3 التي طبعت في القاهرة في العام 1914 بقصيدة جاء في تصديرها وقالت: تمدح الأميرة نضلة خانم إخت خديوي مصر، وقد قدمت إلى لبنان سنة 1894. وتنتهي أشعار وردة اليازجي في الصفحة 54 من الديوان، حيث يقول مصدر الديوان: هذا ما استطعنا جمعه في هذا الديوان من نظم باكورة هذا الزمان، ولما كان يعد من نفائس هذا العصر أقبل عليه الشعراء فزينوه بتقاريض عديدة أدرجناها في الطبع حيث ترتيب ورودها من أصحابها. ويدرج الناشر ما ذكره عدد من الشعراء نظما عن ديوان السيدة وردة على 5 صفحات في آخر الديوان. وقد ضم ديوان حديقة الورد بطبعته 3 والأخيرة في حياة وردة 79 قصيدة وقطعة شعرية تراوحت أبياتها بين 2 لأصغرها و32 بيتا لأطولها. ونلاحظ أن وردة في ديوانها شاعرة مناسبات على قوة لغتها وتطلع عصرها إلى التجدد، فهي شكلا لم تغادر المألوف من أغراض الشعر السائدة الذي يتنوع موضوعيا بين الإطراء والغزل والرثاء والتأريخ والمناسبات، من احتفال بزواج وتنصير وترحيب، وتهيمن عليه الطلاوة اللفظية وبساطة المحتوى. وفي الديوان قصائد عديدة في رثاء الراحلين من أهلها مما رشحها لتلقب بخنساء العصر، حيث رثت أقاربها أي والدها وأشقائها وشقيقتها وابنيها الذين ماتوا في حياتها، كما تتضمن قصائدها ذم الجهل والدعوة إلى العلم والفخر بعروبتها ومقاصد أخرى. ومجموع عدد الأبيات التي ضمها الديوان 790 بيتا. وقد التزمت وردة بتفعيلات بحور الشعر الأكثر رواجا في قصائد الشعراء المجايرين لها، وقد استخدمت المجزوء في 4 قصائد ولم تستخدم المشطورات والمخلعات. وقد جاءت القصائد والقطع الشعرية في ديوانها على النحو التالي: في التأريخ لحادثة أو الوفاة 14 قصيدة، في التقاريض لكتاب أو ديوان 4، في الرثاء 15، في المجاملات الاجتماعية 10 قصائد، في المديح 9، وفي المراسلات والمندمات 27 قصيدة. ونلحظ هنا أن الرثاء الذي قيل أنه يصبغ شعر وردة نسبته لا تتقطع 20% نوعا، إلا أنه كمن احتل حيزا مهما من قصائدها، حيث إن أطول قصائدها كانت في المراثي، وبذلك يحتل الرثاء 320 بيتا من أصل 790، أي ما نسبته 41% من ديوانها. وننتقل الآن لنتحدث عن وردة بعيني أجاتانجر كريمسكي، الذي وصل إلى بيروت بحرا أواخر تشرين الأول أكتوبر 1896 وتركها أواسط أيار مايو 1898، وكان قد قضى بينها وبين جبل لبنان نحو 1.5 سنة باحثا منقبا في العلوم اللغوية واللهجية والإنثروبولوجيا والإثنوغرافيا. وفي بيروت ولدت مجموعته الشعرية الأولى صعف النخيل، وكذلك قصصه الاجتماعية الأولى قصص بيروتية التي كان لي شرف دراستها وتعريبها في كتاب 1897 قصص أجاتانجل كريمسكي البيروتية. كما تسنى لكريمسكي في بيروت أن يجمع مواد مؤلفه التأسيسي تاريخ الأدب العربي الحديث الذي طبع بعد عمله الطويل عليه، فخرج مادة منهجية مرجعية في مضمونه. بعد ذكره أعمال الشيخ نصيف اليازجي ومعاصريه في قسم خاص، يتحدث كريمسكي في تاريخ الأدب العربي الحديث عن أشخاص حملوا الإرث الكبير لهذا العالم الموسوعي. يقول:
كان الشيخ نصيف اليازجي قد جمع حوله حلقة متينة من الأدباء الشباب الذين تميزوا عن سواهم من الأدباء البياردة بالالتزام بالمعايير الأدبية، وقد تألف معظم أفراد هذه الحلقة من أقربائه. وكان الشيخ نصيف الذي كان لهم حبا جما تلمذهم على يديه فعلمهم العربية الكلاسيكية النقية، لكنهم لم يتمكنوا من معاندة القدر الذي خطفهم واحدا تلو الآخر، وانفردت بينهم ابنته الكبرى وردة اليازجي التي كانت قد ظهرت كشاعرة في حياة أبيها. ويفصل كريمسكي لحياة وردة اليازجي ثم يشرح للقارئ عن مضمون الديوان الشعري. يتابع إحدى قصائد وردة اليازجي تتضمن لعبا على الكلام بما يتلائم مع منهاج أبيها البلاغي، وهي عبارة عن رسالة شعرية إلى وردة الترك، ولديها كذلك مراسلات شعرية من شاعرات أخرى من تربتها، وهي الشاعرة عائشة تيمور أو التيمورية التي تعتبر من أوليات الكاتبات في الديار المصرية. وتلفت الانتباه هنا المراسلات الشعرية بين اللبنانية المسيحية وردة والمصرية المسلمة عائشة، وهي عبارة عن رسائل تتضمن تحيات على شكل قصائد منمقة، ومنها قصيدة وردت لوردة وحملت عنوان بسمة النيل. ومع أن هذه القصيدة بالمجمل هي عبارة عن مجملات منظومة، إلا أن كلمات وردة تترك لدى القارئ انطباعا لطيفا، إذ تكنز تشابيه بلاغية مستمدة من عناصر لوحات الطبيعة. ثم يبحث كريمسكي عن الصور الشعرية التي تتمظهر فيها الطبيعة في كثير من أشعار وردة اليازجي، ويلفت القارئ عنوان إحدى قصائدها فرح الطبيعة. فهنا وبلا أي تكلف ترسم وردة سعادة حديقة مزهرة تغتسل بمطر صباحي يتشكل منه جدول جذر ذو لحن مسكر. في الواقع أن هذه الصور الشعرية عند قراءتها تتبادر فورا إلى الذهن بلا إرادة من القارئ قصائد المزهرات التي نظمها والدها الشيخ نصيف في سنوات صباه كما يقول كريمسكي. ومن المفارقات المهمة في تناول كريمسكي نتاج وردة اليازجي الشعري دفاعه عنها في وجه ألفريد فون كريمر المستشرق النمساوي. يقول: قبل سنة واحدة من نشرها ديوانها الشعري حديقة الورد، تزوجت وردة اليازجي وانتقلت مع زوجها فرانسيس شمعون للعيش في القاهرة. ويلاحظ أن ألفريد فون كريمر بهذا الخصوص كما يقتبس كريمسكي ولا ينسى أن يبث سمومه: أعتقد أن زواجها لم يترك لها وقت فراغ للإبداع الأدبي، وبغض النظر عن تقييم لمستواها الشعري فإن ذلك ليس مدعاة للأسف أبدا. انتهى الاقتباس. وهنا وبعدما عرض كريمسكي لرأي كريمر، يقول: لكن توقع كريمر الاستباقي دحضه صدور ديوانها حديقة الورد الذي أعادت إصداره بطبعة ثانية بعد 20 عاما في بيروت سنة 1887 مع إضافة بعض القصائد الجديدة إليه. وبعد ربع قرن من الزمن كذلك صدرت الطبعة الثالثة للديوان في القاهرة سنة 1914. وفي الواقع كانت هذه الكاتبة مع تقدمها في السن تجد من يقرأ أشعارها دائما. ونصل الآن إلى وردة بعيني مي زيادة. ففي مقدمة كتابها وردة اليازجي تقدر مي زيادة وردة وزميلاتها اللواتي سبقنا جيلنا كما تقول، ففتحنا لنا الطريق، فبقي علينا أن نستكشف طبيعة المرأة الشرقية لنسجلها في الوجود، ونسعى بعدئذ لإنمائها وصقلها فنبرزها كما هي في جوهرها تحفة وينبوعا وذخيرة. ثم تعرض مي بيسر لحياة الشاعرة الراحلة وما خبرته من أخلاقها، وعن ديوان وردة
حديقة الورد تضيف إنه الديوان الوحيد الذي طبع 3 مرات لشاعر معاصر، ففي حديقتها ورود باهتة في اللطف والمجاملة، وأخرى حمراء قانية في المودة والشوق، والقصم الطامي هو ورود قاتمة، ورود فراق وحداد، ورود الرثاء والنحيب المبللة بدموع العيون المضخمة بزفرات القلوب. وكنا قد خبرنا تلك الورود الباهتة والقاتمة كما تسميها مي، إلا أنها أي مي تفتح العيون على ورود تلك الورود الحمراء القانية، وتدعو القراء إلى قراءة أخرى لديوان حديقة الورد على نحو لم تعهد المرأة الشرقية قبل ورد اليازجي، ولم يكن بمقدور أحد في ذلك العصر سوى مي زيادي لفتح العيون على هذا الموضوع المهم. فعن النوع الثاني من ورود الحديقة، أي ورود المودة والشوق، تعبر مي عن شكها المنهجي في أن تكون تلك الأشعار التي نظمتها ورد اليازجي تتوجه فيها إلى صديقة أو صاحبة من صاحباتها أو إلى فتاة بشكل عام. ومن ذلك قول وردة: علمتني قول النسيب وهشت بي، ما هاج حب بثينة بجميلي. تقول مي: وأرجح أنها ككل قلب حساس تعلمت ذلك القول من احتياجاتها إليه، لأن الحب لغة طبيعية لابد أن تستوفي حقها من الوجود بصورة من الصور. وتدرج مي بعضا من أبيات وردة في هذا السياق معززة طرحها، ومنها: ما زال يصبو إلى ربع أقام به، قلب له صاقه الشوق يشيعه. تعلق مي: ليس هذا البيت من أجمل أبيات ورد اليازجي، لكنه أصدقها، وهي: وإن أخطرتنا في العنوان أنها قيلت في صديقة، فنحن ندرك أن منها ما هو موجه إلى صديق، وإنما أخفيت وراءه برقع التأنيث في العنوان مجاراة لحكم المجتمع الذي كان يقضي على المرأة بكتمان عواطفها حتى في الشعر. ثم تسأل مي سؤالا استنكاريا: أيمكن أن يكون هذا الخطاب لصديقة؟ وتتابع: رحل الحبيب وحسن صبري قد رحل، فمتى يعود إلى منازله الأول؟ وتضيء أرض أظلمت من بعده، وتقر عيني باللقى بعد الأجل، يا غائبا والقلب سار بإثره، شوقي مقيم في فؤادي كالجبل، إن كنت غبت عن العيون مهاجرا فجميل شخصك في فؤادي لم يزل. أما عن كيف سير القلب في أثر الغائب وإقامة الشوق في ذلك القلب باسم الفؤاد كالجبل، وأي كيف يذهب فيه القلب ويبقى في آن واحد وفي بيت واحد، فمن الأمور التي لا يعرف أسرارها إلا العاشقون كما تقول مي. ثم تستكمل رحلتها بين دفتي حديقة الورد باحثة عن العشق المكنون لوردة الأنثى، ذلك العشق الذي ترجمته شعرا لكنه يختفي خلف عنوان إلى صديقه.